السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سابة؟ وصلنا للدرس 11، مواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، احترام العهود والمواثيق. طبعا الإسلام حث على التحلي والاتصاف بصفات مكارم الأخلاق، طبعا من الصفات التي دعانا سيدنا محمد أن نتصف بها، ودعانا الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتصف بها ونتحلى بها، هي احترام العهود والمواثيق التي طبعا تعقد مع المسلمين أو مع غير المسلمين. فالمسلم ينبغي أن يفي بعهده وبالميثاق الذي برمه مع غيره من الناس، بغض النظر كان هذا الشخص مسلم أو غير مسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خير من ضرب لنا مثال على احترام العهود والمواثيق، فقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني ضمرة الذين لم يسلموا، عاهدهم أن يعيشوا في أمان مع المسلمين ولا يتعرض لهم أحد بأذى، يعني بما معناه أعطاهم الأمان ووعدهم بذلك. فينبغي على المسلم أنه يلتزم بالميثاق والعهد الذي أعطاه لغيره سواء كان مسلم أو غير مسلم. ونص العهد هذا كتاب الله، هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من عاداهم إلا أن يحاربوا دين الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى النصر أجابوه، يعني إذا دعاهم أنهم يوقفوا معاهم ضد أي اعتداء خارجي ينبغي على بني ضمرة إنها تقف إلى جانب المسلمين. طبعا العهود والمواثيق لو بدنا نعرفها يا سابع، هي عهود عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من القبائل، سواء مسلمين أو غير مسلمين. بهدف إعطائهم الأمان والأمن، بس إعطاهم الأمان والأمن وأيضا ونصرة المسلمين ضد أي اعتداء خارجي. واضح يا سابع؟ إذن كمان مرة، العهود والمواثيق، ما هو تعريف العهود والمواثيق؟ هي عهود عقدها، كمان مرة، هي عهود عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من القبائل سواء مسلمين أو غير مسلمين، بهدف إعطائهم الأمان والأمن ونصرة المسلمين ضد أي اعتداء خارجي. الآن يا مس، ما هي الأمثلة على احترام العهود والمواثيق في حياة النبي؟ أولاً زي ما حكيت لكم اللي هي معاهدة النبي مع بني ضمرة وهم غير مسلمين، أعطاهم الأمان يعيشوا بأمان مع المسلمين ولا يتعرض لهم أحد بالأذى. أيضا معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين من عرب ويهود على حسن الجوار،
عاهد غير المسلمين على حسن الجوار وأعطاهم الأمان والاستقرار، إنهم لهم حق الأمان والاستقرار في العيش في المدينة المنورة. فالرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن فيها فقط مسلمين، أيضا كان فيها يهود وفيها أهل كتاب. هؤلاء الناس أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان حتى يعيشوا باستقرار وأمان في المدينة المنورة. طبعا أعطاهم الأمان، أعطاهم لهم حقوق متساوية زيهم مثلهم مثل المسلمين، وتكون عليهم أيضا واجبات. غير هيك العهد العمرية التي أعطاها عمر بن الخطاب لأهل القدس عندما فتحها، لما فتح عمر بن الخطاب القدس أعطى أهلها العهد العمرية أو عقد معهم العهد العمرية، أمنهم على ممتلكاتهم وكنائسهم لأهل الكتاب بحيث لهم الأمان في مساكنهم ولا يتعرض لهم أحد بالأذى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وعلم بقدوم كفار قريش من أجل القتال مع قتال المسلمين في بدر، استشار الأنصار في المدينة المنورة بأن ينصرون المهاجرين وينصرون المسلمين وينصروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل الأنصار رفضوا أن ينصروا سيدنا محمد ويقفوا إلى جانبه من أجل صد اعتداء الكفار قريش على المدينة المنورة؟ لا، بالعكس، هم وقفوا إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا سيدنا محمد ووقفوا إلى جانب المهاجرين في قتال كفار قريش. فبالتالي هم كانوا هم وفيين لسيدنا محمد، لم يخونوا سيدنا محمد ووقفوا إلى جانبه لصد اعتداء كفار قريش عن المدينة. فقد قال سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا، فامضي لما أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. هذا دلالة على أنهم سوف يقفون إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ضد أي اعتداء خارجي، وهم مع قرارات النبي صلى الله عليه وسلم بأي قرار يتخذه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي بالعهد حتى مع غير المسلمين، فعندما وقع حذيفة بن اليمان أسيرا بيد كفار قريش قبل معركة أحد، أعطاهم حذيفة بن اليمان العهد بعدم مقاتلتهم في أحد مقابل إنهم يفكوا أسره. فعلا فكوا أسره، فعاد حذيفة بن اليمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، بأنه طلب من كفار قريش أن يفكوا أسره مقابل أنه ما يقاتل في أحد. وعندما بدأ المسلمين يتجهزون لقتال كفار قريش في أحد وأراد أن يقف حذيفة بن اليمان إلى جانب المسلمين في قتال كفار قريش، إلا أن سيدنا محمد منعه من المشاركة في معركة أحد، لأنه كان قد أعطى عهد لكفار قريش بأن لا يقاتل مع المسلمين في أحد، فكان عليه الوفاء بالعهد الذي أعطاه لكفار قريش. طبعا هذا الاحترام للعهود والمواثيق يؤدي إلى نيل رضا الله تعالى والفوز بالجنة، لأن الله تعالى أمرنا بالوفاء بالعهود والمواثيق، وأيضا هذا يعمل على الحفظ الأمن والأمان والاستقرار والسلام. إذا الأشياء المهمة يا سابع في الدرس هي: أولا تعريف العهود والمواثيق. هي عهود عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من القبائل سواء مسلمين أو غير مسلمين بهدف إعطائهم الأمان والأمن ونصرة المسلمين ضد أي اعتداء خارجي.
لأن ما هي الأمثلة على احترام العهود والمواثيق في حياة النبي؟ أولاً معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم بني ضمرة، وهم من قبائل العرب الذين لم يسلموا على أن يعيشوا في أمان مع المسلمين وأن لا يتعرض أحد لهم بأذى. اثنين معاهدته صلى الله عليه وسلم غير المسلمين من عرب ويهود وغيرهم على حسن الجوار، حيث أعطاهم حق العيش في المدينة المنورة بأمان واستقرار من غير اعتداء على حقوقهم، فتكون لهم حقوق متساوية وتكون عليهم واجبات. ثلاثة العهد الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل القدس عندما فتح، حيث أمنهم على ممتلكاتهم وكنائسهم بحيث لا تسكن من غيرهم ولا تهدم وألا يتعرض لهم أحد بأذى، وسمي هذا العهد بالعهدة العمرية. هذا تعريف العهدة العمرية، هي العهد الذي أعطاه، عرف العهد العمرية هي العهد الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل القدس عندما فتحها، حيث آمنهم فيه على ممتلكاتهم وكنائسهم بحيث لا تسكن من غيرهم ولا تهدم وألا يتعرض لهم أحد بأذى. الآن من أعطي أمثلة على احترام العهود والمواثيق مع المسلمين، الوفاء لهم وعدم خيانتهم وإعانة غيرهم عليهم، الوفاء لهم وعدم خيانتهم أو إعانة غيرهم عليهم. من الأمثلة على ذلك موقف الأنصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، قاموا بنصرة الرسول، قاموا بنصرة الرسول، كملوا الجملة، قاموا بنصرة الرسول. الآن ما هي آثار العهود والمواثيق؟ أولاً نيل رضا الله تعالى والفوز بالجنة. اثنين المحافظة على الأمن والاستقرار والسلام. وهيك يا سابع بنكون أنهينا الدرس. حلوا الأسئلة ويعطيكم العافية.